معنا من القاهرة مراسلتنا آية راضي والمزيد من التفاصيل حول هذه المحادثات الثنائية. فضيلة، جلسة المحادثات انتهت كانت بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الإريتري، إضافة إلى المستشار السياسي لرئيس إريتريا. هذه المباحثات بدأت صباح اليوم ولكن انتهت قبل قليل. هناك بالطبع العديد من القضايا التي نوقشت اليوم في هذه المحادثات، أولها الاضطرابات التي تواجهها بعض الدول الإفريقية، إضافة إلى قضية الأمن المائي وتأمين البحر الأحمر. مصر هذه الفترة تحاول أن تحشد كل الجهود الدبلوماسية بناء على العلاقات القوية التي تربطها بعدد من الدول الإفريقية للوساطة والتوصل إلى حل فيما يخص أزمة سد النهضة. بالتالي مصر خلال هذه الفترة بعد أن توقفت المحادثات مع أديس أبابا وفشلت المشاورات الأخيرة بشأن التوصل إلى اتفاق، تحاول بشتى الطرق الوصول إلى حل وأيضا دخول وسطاء في هذه الأزمة. القاهرة تربطها علاقات جيدة بإريتريا، سواء كانت علاقات سياسية أو علاقات تاريخية ممتدة لأكثر من 40 سنة. هنا القاهرة تحاول أن تبني على هذه العلاقات بينها وبين إريتريا لحل العديد ومناقشة العديد من القضايا التي تواجه الدول الإفريقية. زيارة وزير الخارجية الإريترية إلى القاهرة تأتي بعد زيارة لرئيس إريتريا زار فيها مصر قبل 4 أشهر، وأكد فيها على أن العلاقات بين القاهرة وإريتريا هي علاقات جيدة، وبالتالي إريتريا أيضا تحاول أن تقوي من العلاقات بينها وبين مصر في هذه الفترة. شكرا لك آية راضي من القاهرة.